السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من خلف الأسوار أحدثكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، هل أنت من المغرب أم من الجزائر أم من تونس؟ أنا من المغرب. أهل المغرب أهل خير وبركة. نعم، إنهم أهل خير وبركة. ربنا يخليك. عندما أتحدث معك يا صديقتي سأحكي لك قصة رائعة عن جحا. أنا أريد أن أحكي لك قصة عن جحا، هل تعرفين جحا؟ بصراحة ما بعرف جحا. أهلا يا مح. جحا هذا الرجل كان مشهور بالقصص والحكايات النادرة التي كانت تتسم بالضحك. جحا هذا الجحا كان يدعى هذا هل أتحدث أم لا؟ كان تحدث. هذا الرجل الذي يسمى جحا قرر في يوم من الأيام أن يدخل للصلاة في المسجد. كان لم يعتاد الصلاة طيلة حياته، لم يصلي لله ركعة واحدة، لكن قرر في أحد الأيام أن يصلي لله، فذهب للمسجد وقام بوضع حذائه على المنضدة، ثم ذهب إلى الحمامات ودخل الحمام، ثم توضأ ثم صلى، وفي نهاية صلاته قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعند خروجه من الصلاة قام ليأخذ حذائه من على المنضدة، فيبحث عن الحذاء لم يجد الحذاء، يبحث عن الحذاء لم يجد الحذاء، قام برفع كل السجادات الموجودة في المسجد كلها واحدة واحدة، يبحث عن الحذاء تحت السجاد فلم يجد حذاء، دخل الحمامات كلها ليبحث عن حذائه لم يجد الحذاء، ثم بعد ذلك قرر أن يخرج على باب المسجد وقال بأعلى صوته: والله إن لم تحضروا لي هذا الحذاء سأفعل مثل ما فعل أبي، والله إن لم تحضروا لي هذا الحذاء سأفعل مثل ما فعل أبي. ارتبك اللص الذي أخذ الحذاء وقام سريعا وجرى إلى بيته وقام بإحضار الحذاء إلى جحا، فقال له: يا جحا تفضل حذاؤك، لن أقوم بفعلها مرة ثانية، لكن أنا أريد أن أسألك سؤالا. قال: ما هذا السؤال؟ قال: ماذا فعل أباك؟ قال: رجع إلى البيت حافيا.